التوليد وحضروا كل المسؤولين ديال الاتحاد العربي، واللي تقريبا حسب الترتيبات والاجراءات الخاصه بالامور الفنيه بالمقابله تم الاعتماد ديالها بحضور الحكام بحضور الملاعب وحضور ايضا رئيس الاتحاد الامين العام للاتحاد العربي. مضات 15 دقيقه لم يلتحق فريق الجزائر، اضافه الفريق المنتخب الوطني كيكون فائز بهذه المقابله. غدا عندنا راحه على اساس انه يوم الخميس يوم غادي يكون الدور الاول وبعد المقابله ديال نصف النهايه والنهايه ديال البطوله العربيه. حنا نتكلموا على المساله ديال الخرائط، راه الاتحاد العربي في الشعار ديالو الرسمي ديال الخريطه ديال العالم العربي. الاتحاد الافريقي ديال الخريطه ديال افريقيا ديال 54 دوله. اذا هادو هيئات اللي حنا كنشتغلوا تحت اللواء ديالها. هاد الهيئات الدوليه هي اللي معتمده، فهمتي؟ وهي اللي معتمده على الخرائط ديال الدول وكتعتمد على المسائل الفنيه. ما يحقش لاي بلد كما يكون نوعه انه يتخذ قرار بانه يمارس اشياء اللي كتكون تحت لواء الاجهزه الفنيه ديال المؤسسات اللي كتشرف على 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 هذه التظاهرات. الاتحاد العربي هو كيشرف هذه البطوله تحت الاشراف ديال الاتحاد الدولي، يكفي بان هذه البطوله حاضره فيها حكام من رومانيا وحكام من مقدونيا، بلدان عربيه جاو شاركوا، فهمتي؟ ايضا في نفس الشيء بان المنتخب الوطني كيلعب بالقميص ديال اللي كيشرف الرايه الوطنيه تقريبا هذه من 2016 منذ توليت الجامعه هما الفريق يلعب بالقميص، القميص كيمثل الرمزيه وكيمثل الهويه الوطنيه وكيمثل ايضا بلد في اطار المسابقات الدوليه، واللي شاركنا في بطوله العالم وفي بطوله افريقيا والان حتى البطوله العربيه.